فعاليات معرض الفرس بالجديدة افتتحها صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الأمير الحسن ولي عهد المملكة المغربية الشقيقة. فعاليات معرض جائزة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الفوتوغرافية للجوائز العربية. وقد تجول سموه بصحبة الزميل مصطفى عذاب عضو مجلس إدارة اتحاد مصري العرب والمشرف والمسؤول عن تنظيم هذا المعرض أو هذه الجائزة، واطلع سموه على الأعمال التي تضمنتها النسخة الثامنة من جائزة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الفوتوغرافية للجوائز العربية، وأبدى إعجابه الكبير لما وجده من أعمال رائعة ارتقت إلى مستوى الفن والفنانين. ويقينا أن حرص اتحاد المصورين العرب وقبل ذلك حرص دولة الإمارات العربية المتحدة أن تنظم هذا المعرض على أرض المملكة المغربية إنما يمثل ترجمة ممتدة عبر سنين طويلة عن العلاقات التي تثري المشهد العربي والدولي والأفريقي المتمثل بعلاقات ما بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية الشقيقة. اللي يشوف في هذا المعرض نشوف أن هنالك ثمت بصمات ضوئية واعدة تقدم بها المصورون العرب سواء من يتواجد منهم على أرض الوطن العربي أو في المهجر. وقد شهدت هذه النسخة الثامنة أعمال كبيرة جدا للمصورين من حيث الإخراج الفني ونوعية التصوير ودقة العمل مع الالتزام بالمعايير الفنية للجواد العربي. أنا من هذه المنصة أتوجه بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان حفظ الله نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة الذي قدم الدعم الكبير جدا من أجل أن تستمر هذه الجائزة بالتألق والاستمرار على أرض المملكة المغربية الشقيقة. وفي نفس الوقت أتوجه بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي الأمير الحسن ولي العهد الذي تشرف وافتتح هذا المعرض، وبدور نحن كاتحاد مصر العرب قمنا بإهداء كل المعرض إلى سموه تقديرا لإعجابه الكبير في هذا المعرض. حتى نلتقي في معرض قادمة في مناشط وفعاليات أخرى لكم مني كل التحايا والتقدير. معكم أديب شعبان العاني رئيس اتحاد المصورين العرب. دكتور وديع جقاف طبيب بيطري خاص وعضو في الهيئة الوطنية للأطباء البيطرة، وكان شغل المنصب ديال المسؤول عن التواصل وعلى العلاقات الاجتماعية. الهيئة الوطنية للأطباء البيطرة هي هيئة مؤطرة بظاهر انطلاقا من سنة 1997 وكتشتغل بالطريقة الآتية. عندنا أربعة ديال لي كونسي ريجونو أو المكاتب الجهوية. كاين مكتب جهوي في الرباط، كاين مكتب جهوي في الدار البيضاء، كاين مكتب جهوي في مراكش بالنسبه للمناطق الجنوبيه، وكاين مكتب جهوي في وجده بالنسبه من فاس حتى لوجده كيشغل تما. الهيئه الوطنيه هي هيئه كتاثر جميع الاطباء البيطره بمختلف الاختصاصات، من الاطباء البيطره الخواص والاطباء البيطره اللي كيشتغلوا بالقطاع العام، وكذلك الاطباء البيطره اللي كيشتغلوا في القوات المساعده وفي الهيئات العسكريه كاملين. وحنايا كنخدموا بطريقه ديال ان عندنا الهيئه الوطنيه اللي حنا كنمثلوها وكتشتغل بتنسيق مع الهيئات مع المكاتب الجهويه. سيدتي سادتي مرحبا بكم، فرحي اسمع
نصحوا عليه إذا بغيتوا. ومثلا الجمعية المغربية الفرنسية الفرنسية هي الجهة يبني ربي عبد الحليم مراحي اسمه عبد الله مراحي من الأسوسيسيون فوتو ماروكي ديكيناسيون في الأمريكا. توصلكم الجديد.